حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا في أول مواضيعنا في حلقة اليوم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء جدري القردة وأعلنت حوله حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين. وهذا طبعا كان بعد امتداد تفشي هالوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة. فعلا، ويثير تفشي جدري القرود الحالي القلق أكثر هذه المرة من التفشي السابق، لأنه ينطوي